آخر لاعب عالمي حصل على الكرة الذهبية؟ كريم بنزيما. أول مباراة لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2006 كانت قدام مين؟ كوديفوار. ليبيا. غلط، أنت غلط. حارس مرمى منتخب مصر في مونديال روسيا؟ بدأنا بمحمد الشناوي ولعب بعد كده عصام الحضر. مين كان حارس مرمى منتخب إيطاليا في مونديال قطر الأخير؟ يا إيطاليا أصلاً ما لعبتش في المونديال الأخير. ناصح يا لازم بقى. ماشي. مين أفضل حارس في تاريخ الدنمارك؟ شمايكل. ركلة جزاء على فريقك ولاعب جاي من بعيد ينفذها، قول اسم لاعب واحد ما تحبش هو اللي ينفذ الركلة. عبد الله السعيد. هجمة مرتدة عليك وتلاتة جايين على مرماك وقدامك مدافع وحيد ولازم الهجمة دي تبوظ، تحب مين يكون المدافع ده؟ معاذ الحناوي. ماتش مهم ومصيري لفريقك ما ينفعش تخسر وقدامك تلاعب فريق من الاثنين، اهلي او زمالك، والاختيار بايدك انت، تحب تلعب مين؟ زمالك. آلة زمن لقيتها هتقدمك سنين قدام، تحب تقدمك لسنة كام وتحب وقتها تكون فين؟ يعني كمان 3 سنين وقتها ان شاء الله باذن الله اكون منتخب مصر. وقعت في خناقه في الملعب وفي 5 من لعيبه الفريق المنافس حواليك ولاعب واحد من زمايلك جاي يجري عليك يدافع عنك، تحب مين يكون اللاعب ده؟ مصطفى العش. فريق جماهيري بتقلق وانت رايح تلعبه في الملعب بتاعه؟ يا كل الفرق الجماهيريه ملعبها تبقى صعبه اكيد، بس ملعب الاسماعيلي بيبقى صعب جدا.